الذاكره توصلني غادي نرسى ان شاء الله وسابلغها للجهه المعنيه. حنا في اقرب فرصه نجيبوا لك الاسئله. عندي سؤال تفاعل مع الوزاره الداخليه، لا تهتم بالمشكل ديال الوزاره الداخليه، هل من امل ولا تبعت القطعيه؟ غالبا تنعاني بزاف من المشكل ديال تدخل الوزاره الداخليه، الحياه الجمعيه مرتبطه بالوزاره الداخليه. هذا بس السؤال ديال العلاقه بين الجمعيات وبين الاداره الترابيه، هي علاقه ضروريه ضروريه متفق ياك؟ انتبهوا على القضيه، انتقلنا من المرحله اللي كان فيها مشكل نقولوا مثلا ديال الدوله كسياسه مع الجمعيات مع الاحزاب، اليوم خصنا نميزوا واش كاينه ممارسات كتصدر عند بعض رجال السلطه مثلا اللي هي كتكون مخالفه للقانون، واش هذه الظاهره الغالبه انه ممارسات فرديه تعسفات فرديه، حيت حنا مقتنعين بان ماشي سياسه ديال الدوله، ماشي سياسه كما كان سابقا تضييق على الاحزاب. وشكون هو الجواب القانوني؟ بمعنى اليوم اللي غنديروا هذا الحوار نمشيو نراجعوا القانون ديال الجمعيات صريح مثلا، كيفاش اليوم نعالجوا مشكل التصحيح بطريقه جديده؟ كيف؟ هذا اليوم سؤال قانوني، واش نعتمد التصحيح الالكتروني يدخل؟ واش غادي نمشيو نديروا التصريح عند 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 السلطه القضائيه؟ واش اسئله؟ الجواب غادي يتبلور من خلال الحوار الوطني، والمسؤول الحكم في الموضوع هذا غادي يقدم جواب، ولكن اكيد تطور المجتمع المدني هو غيتغلب موضوعيا على هذه الاشكالات المرتبطه بهضم الحقوق وشرط استعمال السلطه. انا متاكد بان هذه ماشي سياسه عامه ديال الدوله، هذا ماشي نهج، هذه ممارسات ستتغلبوا عليها بالتواصل بالتدافع بتفعيل القانون وبتغيير القانون نفسه لسد مثلا الان تعليل القرار كتحط من الجمعيات وكازيدي ما الفصل 5 يقول لك خذ الوصل فوري ما كتاخذوش، اذا كاين خلل. اين الخلل؟ واش خص ذاك الوصل باش ناخذو خص ندخلو في القانون ان التبليغ يتم عن طريق محامي او عن طريق يعني وكيل قضائي او لست ادري كيف سنحلو نجيبو المشكل، ولكن متاكد لم يعد الموضوع موضوع السياسه ديال الدوله. نضيقوا شويه الامور على الممارسات الفرديه ونصيبوا بدائل قانونيه اللي فيها تحميل المسؤوليه اكثر للموظف. اعطيك نموذج جمعيه ولا تم سيدي وزير بخير. السلام عليكم. اهلا لاباس عليك؟ لاباس عليك؟ كي داير؟ سيدي بخير. لاباس عليك؟ لاباس عليك؟ بارك الله فيك. بارك الحمد لله. الله يبارك فيك. هذه فرصه طيبه هذه. الله يبارك فيك. الله يعزك. بارك الله فيك. مشكل بزاف. عليك وعلي السلام. ايوا هادي يسلم عليه يسلم عليه بزاف تبارك الله عليكم الله يحفظكم. لدينا جمعيه اسسناها حصلنا على مبلغ 30 مليون من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. المشكل اللي وقعنا فيه ان الدوله اوجدت جمعيه اخرى بنفس القانون الاساسي بنفس جمعيتها واصبحت تشتغل مع جمعيه اخرى. وانتم حصلتوا عليه شكون اعطاها لكم؟ المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. يعني بوثائق؟ بوثائق. بتقرير بكذا. اصبحت الانشطه اللي عندنا خاصه تمشوا للقضاء تمشوا للقضاء. القضاء لم ينصفنا هنا في الجانب المسطري ديال كيفاش وطالب بتطبيق النموذج السويسري او الالماني فقط الاشعار وتلقى وزاره الداخليه لا وانتم اصلا ما عندكمش الوصل لا عندنا الوصل عندنا كل شيء وثائق كيف بمعنى استفتوا يعني انه قرار اللجنه حول لكم قرار مش عندكم فلوس الفلوس ما عرفتش مشاو راه باقا مجمده لان ما قدرناش لان كاينه جمعيه اخرى بنفس القانون الاساسي وهذا الشيء ما خصوش هذا الوسط احسن اذا كاينه جمعيه بنفس الوصل يعني وقع تنازع في التسميتين لان نفس السميه اخذت نفس كذا القانون الاساسي وهذا مشكل تيظهر لي فيه خصو الوساطه اكثر ما خصو الصراع.